السلام عليكم يا دكاترة، أحب أعرفكم بنفسي. أنا هيثم سيد، شركة أبوت نيوتريشن. سعيد جدا طبعا بوجودي مع حضراتكم النهاردة، يعني وألف مليون مبروك دكتور أحمد سمير، دكتور عبد الرحيم، على المؤتمر الناجح والجميل ده إن شاء الله، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله يا دكتور. النهاردة هتكلم مع حضراتكم على الأطفال اللي هم من سن سنة لحد 10 سنين، من الجانب بتاع النيوتريشن بتاعهم. طبعا زي ما حضراتكم أكيد عارفين، موضوع النيوتريشن ده بيكون مهم خالص في قصه الاطفال اللي هم من سن سنه لحد 10 سنين، سبيشالي في اول اعمارهم اللي هو الخمس سنين من عمرهم. طيب اشمعنى؟ الفكره كلها ان هو بيكون، يعني موضوع النيوتريشن بيكون متحدد عليها المستقبل بتاع الاطفال، من موضوع مثلا اللي هو الاستنتج مثلا بتاعهم، سبيشالي لان موضوع الاستنتج لا يفيد ان هو من 20 لحد 40% بس، اللي هو الجيناتيك بلس كل الباقي 60 لحد 80% قصة اللي هو الباد نيوتريشن اللي هي موجودة معاهم. فده طبعا بيأثر بعد كده مستقبليا مع سن أعمار الأطفال على الكباسيتي بتاعتهم، على التعلم بتاعهم، على الليرنينج بتاعهم، على مثلا تلاقي مثلا لا طوله مش زي زمايله لما يدخل المدرسة، لا مش بيستوعب زي زمايله، وكل المشاكل دي. وطبعا احنا الحمد لله الميدل ايست عندنا وافريقيا فيها اكبر نسبه ستانتنج على مستوى العالم، اكثر من 16 مليون طفل عندهم مشاكل في قصه اللي هو النيوتريشن. فده سبب ادعى ان انا اكون مهتم بقصه النيوتريشن مع الاعمار الاطفال اللي هم اعمارهم من سن سنه لحد 10 سنين، سبيشالي في اول فتره من اعمارهم. وكمان الطفل المتعب اكتر اللي هو، يعني لو طفل ما نيوتريشن ده خلاص عرفنا ان هو وزنه ضعيف او طوله، وده خلاص عرفناه. الفكره بقى في الطفل اللي هو البيكي ايتر. الطفل البيكي ايتر ده ممكن يكون ان هو وزنه تمام مظبوط وكل حاجه، بس عنده مشكله في قصه اللي هو النيوتريشن بتاعته. ممكن يكون عنده مثلا انيميا، يكون عنده مثلا زنك، الاير، لكل المشاكل دي كلها. فممكن تلاقي مثلا مامته انها لا خلاص شايفه ان هو وزنه تمام، بس مش حاسه بالمشاكل الثانيه في قصه المينرالز والفيتامين اللي هو عنده مشكله ونقص فيها. الفكره بقى ليه مهمه اول 5 سنين من عمر الطفل؟ لانها بتكون فولي اوبند بتاعته ان قصه ان هو يكبر والنيوتريشن بتاعه الطفل بتاعي. عشان كده احنا بنقدم الحل في علبه البيدياشور. علبه البيدياشور كومبليت بالانسد نيوتريشن، فيها فات وبروتين وكربوهيدرات كلهم بشكل بالانسد، بلس كمان الاديشن بتاعهم اللي هو الناتشرال فيتامين كي بلس الارجينين. دولت ادتني ميزه احسن يعني من كل الكومبيتيشن اللي هي موجوده الباقيه، ان انا عندي الميزه دي كلها، ان انا سبورت البوم بتاعي، ان انا اقلل مشاكل الستانتنج اللي هي موجوده مع الاطفال من جانب موضوع النيوتريشن. الارجينين والناتشرال فيتامين كي 2، دولت الحاجتين اللي هم بيكونوا مسؤولين زي ما حضراتكم شايفين، ان هو الارجينين بيعمل سيل مالتيبليكيشن، ده بيزود لي اللينير نفسها بتاعه البون، فده خلاني اضمن ان انا بضمن لونجر بون عند الطفل بتاعي. يجي بعد كده الناتشورال فيتامين كي، زي ما حضراتكم شايفين برضو ان هو بيوصل الكالسيوم لحد البون، فده خلاني ان انا ضمنت ان هو سترونج بون بلس لونج بون كمان، بلس كمان ان انا حليت المشاكل اللي هي موجوده عند الطفل من موضوع الويت بلس الهاي. طيب ايه الدوز بتاعته؟ 5 مكيال على 190 مللي ميه، بيديني 225 كيلو كالوري من سن سنه لحد 10 سنين. في منه 3 فليفر، الفانيلا والشوكليت والفراوله، دول الثلاثه فليفر موجودين منه في كل، يعني في الماركت دلوقتي اللي هم موجودين معانا. طبعا من سن سنه لحد 10 سنين 5 مكيال، ويفضل ان هو يتاخد مرتين في اليوم عشان يضمن يعني الطفل بتاعه ان هو اخذ الكومبليت نيوتريشن بتاعته. ده سريعا على البيدياشور. استاذنك الف شكر يا دكتور طبعا على الدراسه دي كلها في البيدياشور. هو طبعا هو يعتبر اللي هو الحل المثالي في قصه ان الاطفال اللي عندهم مال نيوتريشن، الاطفال البيكي ايتر، الاطفال اللي هم سيلكتيف في قصه، يعني في قصه الاكل بتاعهم، فدي كلها مشاكل بتواجه طبعا كل المذرز. فهم يعني المذرز يعني عايزين بالظبط بالظبط يا دكتور. الف شكر يا دكتور لحضرتك، ميرسي جدا لحضرتك. الحاجه الثانيه اللي هتكلم فيها برضو مع حضراتكم الاطفال اللي هم اقل من سنه. الاطفال اقل من سنه ديت بيكون الجي اي بتاعتهم اماتيور، فدايما بتلاقي ان المشاكل سبيشالي في اول 6 شهور من عمر الطفل، تلاقي المذرز كلها جايه بتشتكي مع الطفل انه مثلا عنده بيمغص دايما كتير، عنده كونستيبيشن، كوليك، دايريه،
كل المشاكل دي. وطبعا اكتر ثلاث حاجات بتكون متعبه في الطفل في قصه الهضم بتاعه اللي هم البروتين والفات بلس كربوهيدرات. دول ثلاث حاجات اللي هم بيخلوا دايما الطفل عنده كونستيبيشن وكوليك دايري. عشان كده ابوت نزلت بالحل لاي مشكله بتيجي في الطفل في الجي اي انتولرنس بتاعته، سيميلاك توتال كومفورت اتش ام او. ايه اللي بيميز سيميلاك توتال كومفورت اتش ام او؟ ان هو الفورمولا الوحيده اللي في الماركت كسبيشال فورمولا فيها اتش ام او نوع اسمه 2 فيكوزاي لاكتوز. قال سبيشال اللي هو يعني اتش ام او موجود في اكتر في فورمولا ثانيه بس موجوده في ستيج 1 و2 و3، لكن كسبيشال فورمولا زي مثلا ال اف اي سي اي حاجه من الحاجات دي كلها ما فيش خالص غير سيميلاك توتال كومفورت الوحيد اللي هو فيه اتش ام او. بلس كمان ان هو العلبه فيها بارشلي هيدرولايز بروتين 100% وي بروتين، وده اداني ان هو الطفل اخذ كومبليت نيوتريشن، بالاضافه ان هو اخذ حاجه سهله الهضم معاه مش هتعمل له كونستيبيشن، مش هتعمل له اي مشاكل خالص معاه. بلس كمان ان هي العلبه فيها اللو لاكتوز 98%. نعم موجود منه، في منه ستيج 1 وستيج 2. لا هو موجود معانا احنا كابوت، ما فيش الحمد لله اي يعني نقص عندنا في سواء في البيديا شور بيديا لايت اي حاجه، لا ما فيش موجود. انا متاكد من دي. تمام يا دكاتره؟ عناية حاضر. عناية يا دكتور حاضر لحضرتك. تسلم لي. ربنا يخليك يا دكتور. ميرسي جدا. ثلاثة كده خلاص. فالعلبة فيها 98% فري لاكتوز لو لاكتوز، وده برضو بيقلل مشاكل معايا الفاسنس اللي بتيجي مع الأطفال. بلس ان هو في فري من البالمونين اويل. طب البالمونين اويل مشكلته ان هو لما بيكون موجود في الفورمولا بيعمل لي هارد ستول. عن طريق ايه؟ ان هو لما بيتكسر بيعمل لي انسوليبل سوب، هيبايند مع الكالسيوم هيعمل لي في الاخر انسوليبل سوب، فدي في الاخر بتعمل لي مشاكل اللي هي الهارد ستول اللي هي موجوده في الفورمولا. واهم موضوع برضو اللي هو الاتش ام او نفسه. الاتش ام او نفسه ده يعني لما عملوا على الاستدي لقيوا ان هو اداني ميزه ان هو بيريليف للسيمبتومز فروم دي 1. لقيوا ان معظم مشاكل الطفل سواء الدايريه الكونستيبيشن الفاسنس اي حاجه من المشاكل دي كلها قلت مع الطفل بتاعي من اول يوم. فده برضو اداني ميزه ان هو الاطفال يعني تخيلوا المذر لما تلاقي لما ابنها مثلا عنده دايريه الكونستيبيشن واخذ فورمولا ومن اول يوم اتحسن، دي بالنسبه لها معظمه طبعا. ففي حاجه زي الاتش ام او ديت ادتني ميزه ان هو قلل السيمبتومز فروم دي 1. بلس ان العلبه فيها بري وبروبايوتيك. طبعا احنا ابوت ميكال على 60، في منها ستيج 1 وستيج 2. انا كده خلصت. لو اي سؤال مع حضراتكم. تمام. شكرا.